لا نستلم المسجد الأقصى إلا كما كان. ما فعله المقدسيون أنهم أرسلوا رسالة أنه ما في تقاسم. إذا كنتم تستطيعون أخذه في الكامل خذوه. إذن إحنا نستطيع نحرج الكيان الصهيوني ونفرض عليه أنه يتراجع بدون قيد أو شرط. لقد أثبتوا أنفسهم أكثر من مرة، فعندما يريدون القيام بالإضراب فإنه سينجح. هو أصلاً محمد استشهد مشان أنه تنفتح الأبواب.